وللمزيد عن اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف رياض البغلي ابن المواطن المفقود الرحب فيك أستاذ رياض. بداية كيف تم تنسيق لهذا اللقاء؟ يا حسين أخوي، وبالحقيقة احنا اللي تقدمنا الطلب لقاء رئيس وزراء معالي وزراء رومانيا في فيوريكا دانتيلا من عرفنا أنه راح تزور الكويت، ورتبنا الأمر هذا إن شاء الله، وتحقق اللقاء مساء أمس بحضور وزير الخارجية الروماني يوسف الروماني بالكويت وسعادة سفير الكويت لدى رومانيا. نعم، ما هي الطلبات التي تقدمتم بها لرئيس الوزراء وكيف وجدتم تفاعلها؟ والله حقيقة احنا تكلمنا باختصار بشيء ما تم خلال الفترة اللي منذ الاختفاء 5/8/2015 وحتى اليوم. خلال تواجدنا المستمر في رومانيا انا واخواني بالتناوب ومتابعتنا مع الجهات المختصة هناك. طبعا هذا بالتنسيق مع سفارة الكويت في بوخارست رومانيا. وطلبنا منها ثلاث امور هامه بالنسبه لنا، وهي نقل ملف القضيه من مكتب وكيل النيابه بالمحافظه اللي تم بها الاختفاء الى مكتب النائب العام الروماني في بوخارست العاصمه، واعاده التحقيق بالقضيه من جديد في ضوء ما لاحظته محاميتنا من خلال اطلاعها على ملف القضيه، بالاضافه الى حث جميع الجهات الرومانيه المعنيه بقضيه الوالد لبذل المزيد من الجهود لفك لغه اختفاء الوالد. وبالحقيقه معالي رئيسه الوزراء ابدت اهتمامها وتاثرها الكبير، ووعدت باستمرار البحث والتحقيقات وحث الجهات المختصة لبذل المزيد من الجهود لحين العثور على الوالد إن شاء الله. نعم، إذن ما هي آخر الإجراءات التي تمت بخصوص البحث عن الوالد؟ والله حقيقة احنا البحث والتحقيقات بدأ من بداية الاختفاء بداية قوية، وتناقص الاهتمام تدريجي إلى يومنا هذا، بس ما زال الملف القضية مفتوح وما زال التحقيقات مستمرة بس في بطء نسبي، وهذا اللي احنا توجهنا فيه لمعالي رئيس الوزراء. نعم، كان معنا عبر الهاتف رياض البغلي ابن المواطن المفقود محمد البغلي، شكرا جزيلا لك.